الملفات المهمة قوي برضو في الأهلي حتى الجماهير بتتكلم برضو فيها، هي فكرة مين هيكون بديل علي معلول في الأهلي. علي معلول قرب خلاص، في يناير اللي جاي هيتم 34 سنة. كل سنة وانت طيب. مين البديل؟ لجنة التخطيط بتطرح مقترح إنها لازم تجيب ظهير أيسر باك شمال، وإنه لازم يتم التجهيز للاعب ده اللي هو بديل علي معلول من دلوقتي، خاصة مع زيادة عدد الماتشات. وإحنا شفنا الموسم اللي فات كان الأهلي طبعا ما كانش بيلحق يقعد، ما كانش بيلحق اللعيبة أو بتلحق اللعيبة إنها تاخد راحة. الإجهاد اللي كان بيتعرض له الفريق بشكل عام كان كبير، وهنا في الجزء ده كمان بمناسبة علي مشكلة السن يا جماعة، يعني مراعاة سن علي معلول النهاردة اللي هيكمل 34 سنة، وإن شاء الله راجل يعني بطبيعة الحال مش هيقدر يلعب التسعين دقيقة زي في الزمالك. بنتكلم عن شيكا ما يقدرش يبدأ الماتش من أوله، ما يقدرش يلعب كل الماتشات من بدايتها. واللجنة النهاردة لجنة التخطيط زي ما قلت لكم بدأت تحط أسماء، ويعني في مفاجأة كده إن كولر بيرفض. أيوه بيرفض الفكرة دي، ما فيش بديل لعلي معلول. وقال لي إدارة الأهلي كده أنا مش محتاج ظهير أيسر دلوقتي، هو شايف إن وجود علي وكريم الدبيس برضو اللي هو من الناشئين وخالد عبد الفتاح ممكن يسدوا المركز ده. وقال لك لا، الفريق محتاج تدعيمات أهم في مراكز تانية زي الهجوم زي ما قلت لكم. وده يعني تفكير المسؤولين في إدارة النادي الأهلي، مركزين قوي مع مين المهاجم السوبر اللي هينضم. لسه مع الأهلي وأزمة الأيام اللي فاتت بخصوص اللاعب الصاعد عمر سيد معوض ابن الكابتن طبعا سيد معوض، والقصة اللي حصلت الأيام اللي فاتت لما اتضح إن ابن كابتن سيد معوض ملوش عقد مع النادي الأهلي، بيلعب في النادي الأهلي وملوش عقد، وسافر أسبانيا يعمل فترة معايشة في نادي ريال بيتيس الأسباني شهر وراح ورجع، وكابتن محمود الخطيب ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده جدا خالص. وسال خالد بيبو اللي كان ماسك قطاع الناشئين لحد الاسبوع اللي فات قبل ما يمسك مدير الكوره في الفريق الاول، وطلب من وليد سليمان اللي ماسك قطاع الناشئين في النادي من كام يوم انه يعمل عقد لابن سيد معوض. انا كان معايا كابتن رمضان السيد طبعا هو حفيده اللاعب الصاعد ده عمر، وكان بيقول لي ده ميسي، قال لي ميسي واحرف من سيد كمان، احرف من سيد معوض. اعتقد انه ليه شأن كبير قوي في النادي، علشان كده كابتن محمود الخطيب عايز يحافظ على حقوق النادي الماليه والادبيه في حاله انه احترف، فلازم تامنه بعقد. مش ضد احتراف اي لعيب سواء في الفريق الاول او الناشئين كابتن محمود، لكن لازم ان يعني لو في لاعب هيحترف او عنده عروض لازم يكون ده يحصل من خلال الطرق الشرعية، عشان كده لازم يكون في عقد زي ما قلت لكم مع عمر سيد معوض. طيب أخيرا محمد شريف إيه موقفه؟ محمد شريف مكمل مش هيكمل الدنيا، خاصة موقف شريف هيترتب عليه حاجات كتيرة جدا، لأن الأهلي خلاص يعني يمكن تقريبا قفل ملف تدعيم الهجوم بعد ما مش عايزة أقول فشل صفقة سوزا. أنا لسه هسأل هاني عبد الصبور في الموضوع ده، ده الخبر اللي يعني من كام يوم اتردد في وقت كان الكل تقريبا بيتكلم عن محاولات أهلوية علشان تضم سوزا، ولكن حاليا أعتقد أن الأمور ممكن تتغير. ممكن الله أعلم النادي يرجع تاني يدور على مهاجم أجنبي. بدأت لجنة التخطيط أو لجنة التعاقدات تفكر في بعض الأسماء علشان تدعم الهجوم مع صلاح محسن زي ما قلت لكم اللي رجع من الإعارة من سيراميكا كليوباترا. وهنا السؤال، ايه السبب واحنا بنسال عن موقف محمد شريف؟ السبب ان محمد شريف شكله رايح السعوديه، وشكلك كده عندك عروض بره من نادي الخليج تحديدا السعودي. وده اللي احنا يمكن قلنا ليكم في حلقه امبارح واكدنا ان كولر وافق على ان شريف يمشي، وبالتالي لازم يكون في دعم للخط الهجومي للفريق. الحقيقه ان اداره النادي الاهلي محطوطه تحت ضغط كبير قوي بسبب هذا الموضوع.